ذكريات عبرت أفق خيال. في دورة الخليج 16 ومن الأراضي الكويتية، كان المنتخب السعودي على موعد مع آخر ألقابه. يومها حصد الأخضر رفقة المدرب الهولندي فاندرليم اللقب بعد منافسة شرسة مع المنتخب البحريني. اللقب الخليجي للمنتخب السعودي جاء بعد تصدره للمسابقة بفارق نقطة واحدة عن شقيقه البحريني، ففاز بأربع مواجهات وتعادل باثنتين فيما لم يعرف طعم الخسارة. رحلة الأخضر في هذه البطولة انطلقت بالفوز على الأبيض الإماراتي بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل سلبيا مع المنتخب القطري. أبرز مواجهات تلك البطولة كانت أمام المنافس البحريني من وصف جيله في تلك الفترة بالجيل الذهبي، إلا أن إبراهيم السويد حمل على عاتقه حسم المواجهة لصالح الأخضر قبل الختام بربع ساعة. أكثر من حمل ألقابا في البطولة الخليجية الأزرق الكويتي كاد أن يعرقل مسيرة المنتخب السعودي بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لهدف، لتأتي بعدها المرحلة الأهم إثر الاقتراب من منصات التتويج، والهدف لا يحتمل إلا الفوز على منتخبي عمان ثم اليمن. وياسر القحطاني كان على الموعد في كلتيهما، حيث أنقذ المهمة الأولى أمام عمان في الدقيقة الأخيرة، ثم دون ثنائية نظيفة في الثانية أمام اليمن، كتبت اسم الأخضر كآخر المنتخبات حفاظا على اللقب الخليجي. نور الجاموس، صدى الملاعب.